السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتدرب على نماذج القراءة المتحررة، هنحل كذا شيت مع بعض. ده الشيت الأولاني. يعتبر العالم سمير نجيب عالم الذرة المصري من طليعة جيل الشباب من علماء الذرة العرب، فقد تخرج في كلية العلوم بجامعة القاهرة في سن مبكرة. تابع أبحاثه العلمية في الذرة، ولكفاءته العلمية المميزة تم ترشيحه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة. عمل تحت إشراف أساتذة الطبيعة النووية والفيزياء، وسنه لم تتجاوز 33. أظهر نبوغًا مميزًا وعبقرية كبيرة خلال بحثه الذي أعده في أواسط الستينات خلال بعثته إلى أمريكا، لدرجة أنه فرغ من إعداد رسالته قبل الموعد المحدد بعام كامل، وتوفي سنة 1967. السؤال الأول، هات ما يلي: مضاد مبكرة. طبعا انتوا المفروض ان انا اسيب لكم وقت ان انتوا تحلوا الشتات دي لوحدكم، وبعد كده دي تبقى تعرف الإجابات: مبكرة، متأخرة، مفرد، أساتذة، أستاذ. طيب، تخرج العالم صح، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. تخرج العالم المصري سمير نجيب في كلية دار العلوم. ركزوا معايا، هنا حاطين دار العلوم، هو في الحقيقة كلية العلوم مش دار العلوم، يبقى الأولانية غلط. ظهر نبوغ سمير نجيب منذ سن مبكرة. يعني إيه في سن مبكرة؟ تمام. ما الدليل على نبوغ العالم المصري سمير نجيب كما فهمت من الفقرة السابقة؟ زي ما واضح قدامكم تبقى الإجابة إيه؟ من طليعة شباب من علماء الذرة العرب، تخرج في كلية العلوم وهو في سن صغير، تابع أبحاثه في الذرة، ولكفاءته تم ترشيحه إلى الولايات المتحدة في بعثة علمية. تمام. كمان إن هو أنهى رسالته قبل عام من الموعد المحدد. تمام. طيب، طبعا الأسئلة دي بتبقى من جوه القطعة، لازم تقرأ القطعة كويس قوي، لأن بتبقى في أسئلة مباشرة في أسئلة استنتاجية. عادة السؤال الأخير في الفقرة دي بتبقى السؤال الأخير في القراءة المتحررة، بتبقى سؤال محتاج رأيك الشخصي. طبعا بتبقى أنت رأيك ده مستند على دلائل، مش بتقول أي حاجة. يعني ماذا ينبغي على المجتمع تجاه العلماء؟ ده مش مكتوب هنا في الفقرة، بس أنت ممكن تستنتجه منها. ماذا ينبغي على المجتمع تجاه العلماء؟ هنقول ان هم هيشجعوهم، هيوفروا لهم البيئه المناسبه عشان خاطر يعرفوا يشتغلوا او ينتجوا. كل فتره هيكرموهم، هيحفزوهم. طبعا تقدر انت تضيف الكلام ده وتصوغه باسلوبك. طيب، تعالوا اعرب ما فوق الخط: العالم وجيل وابحاثه. يعتبر العالم، العالم يعتبر، يعتبر مش يعتبر، يعتبر. يبقى العالم هنا نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. من طليعة جيل الشباب، طليعة جيل الشباب، جيل هنا عربة ايه؟ مضاف إليه مجرور على مجرية كسر. وتابع أبحاثه، تابع فعل ماضي والفعل ضمير مسند تقديره هو. أبحاثه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والهاء ضمير بارز متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ده كان أول نموذج من نماذج القراءة المتحررة. ناخد مع بعض واحد تاني. الإسكندرية عروس البحر المتوسط، مدينة عريقة بها معالم أثرية وتاريخية بالإضافة إلى الطبيعة الساحرة، حيث أنها تطل على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. يوجد بها كثير من المعالم الأثرية مثل قلعة قايتباي، متحف الأحياء المائية، المتحف الروماني، المسرح الروماني، عمود السواري، مكتبة الإسكندرية. وبها أيضا قصور تاريخية فخمة مثل قصر المنتزه، قصر رأس الدين،
ومن المعالم القبطية بها كاتدرائية الكرازة والمرقسية، ومن المعالم الإسلامية مسجد سيدي أبي العباس المرسي ومسجد الإمام البصيري. طيب هو هنا عايز مضاد عريقة. احنا عارفين يعني ايه عريقة؟ لما اقول الشيء ده شيء عريق يعني قديم، بس بقولها قديم مش شيء قديم بالي، لا ده قديم زي ان هو اثر او ان هو ليه قيمة او ان هو ليه مكانة. فهقول مضاد عريق هنا جديد او حديث. مفرد معالم، معلم من المعالم الإسلامية في مدينة الإسكندرية، طبعا زي ما واضح مسجد سيدي أبي العباس المرسي ومسجد الإمام البصيري. تلقب مدينة الإسكندرية ب، كلكم عارفينها طبعا، النهائي عروس البحر الأبيض المتوسط، عروس البحر الأبيض البحر المتوسط. بما تتميز مدينة الإسكندرية كما فهمت من الفقرة السابقة. تتميز مدينة الإسكندرية بأن بها معالم أثرية وتاريخية كثيرة بالإضافة إلى الطبيعة الساحرة. أذكر بعض المعالم الأثرية التي تمتاز بها الإسكندرية. المعالم الأثرية زي قلعة قايتباي، متحف الأحياء المائية، المتحف الروماني، المسرح الروماني، عمود السواري، مكتبة الإسكندرية وهكذا. أعرب كلمة عروس والأثرية والسواري. الإسكندرية عروس، طبعا سهل أوي، عروس خبر مرفوع علامة رفع الضمة. يوجد بها كثير من المعالم الأثرية. المعالم الأثرية يبقى أثرية نعت مجرور على مجرور الكسرة. عمود السواري، السواري مضاف إليه مجرور على مجرور الكسرة. تبقى أسئلة مباشرة وسهلة، ولو هي صعبة أو بيبقى في سؤال بس محتاج شوية تفكير مش أكتر. ناخد كمان واحدة. شيت رقم 3. أصبح للعلم عيد. ففي كل عام تكرم الدولة النابغين فيما يدين العلم والأدب والفن. تكرم المعلمين الممتاز طلابهم والمربيات البارز عملهن، وكل عالم مفيدة أبحاثه، وأديب بارع إنتاجه، وفنان خالد آثاره. والمتعلمين في هذا العيد نصيب المتعلمين، الطالب العالية درجاته، الطيبة أخلاقه، الطالبة المتقدم ترتيبها، المهذب سلوكها. كل هؤلاء وغيرهم من الناشئين والناشئات ينالون من الدولة التكريم، ليه؟ تقديرا لنبوغهم وجهودهم، وتحفيزا لهم، أسفا تحفيزا لهمم أبناء الشعب الذين هم عدة الوطن في حاضر الناهض ومستقبله المأمول. طيب تعالوا هات معي أول سؤال. مضاد التكريم. تكريم يعني تبديل، تبجيل أو تشريف، إجلال. عكسها بيبقى إيه؟ عكس التكريم هيبقى تحقير، إهانة، إذلال. خلاص. مفرد المربيات، المربية. أكمل ما يلي. تكرم الدولة أبنائها تقديرا لي نبوغهم وجهودهم، وتحفيزا لهم لهمم أبناء الشعب. طيب كرم الدولة النابغين فيما يدين العلم والأدب والفن. جيم. ما نصيب المتعلمين من تكريم الدولة لهم في عيد العلم؟ وللمتعلمين نصيب، حيث أن الطالبة هي نصيبهم إيه؟ الطالبة العالية درجاته، الطالب أسفل العالية درجاته، والطيبة أخلاقه، أو الطالبة المتقدم ترتيبها بس شرط يكون مهذب سلوكها. كل دول ينالون من الدولة التكريم، نصيبهم إن هما برضو بينالوا من الدولة التكريم تقديرا لنبوغهم وجهودهم.
خلاص. ماذا يحدث لو أهملت الدولة تكريم النابغين من أبنائها؟ ده السؤال اللي أنا بقول لك ممكن يعني ده اللي أنت بتحتاج إن أنت تكتب فيه شوية من دماغك، بس طبعا بتبقى ليك خلفية في القطعة اللي قدامك. طيب هو هنا بيقول لي ماذا يحدث لو أهملت الدولة تكريم النابغين من أبنائها؟ مطلوب ليك طبعا تكتب كل اللي أنت عايزه. ده لازم يكون حافز يشجعهم على إن هم يستمروا في النجاح والتقدم، ولو ما فيش تكريم مش هيبقى في الحافز ده. تقدر برضو تقول إن التكريم ده بيشجع الفئة التانية على إن هم يبقوا زي النابغين أو إن هم ياخدوهم قدوة، علشان ممكن في يوم من الأيام يكرمهم كمان. كل اللي تقدر تكتبه تكتبه، بس طبعا هتسويها بأسلوبك أنت. أعرب ما فوق خط، ما تحت خط. أصبح للعلم عيد، أصبح أصبح دي من أخوات كان، يبقى عيد اسم أصبح مرفوع علامة رفعه الضمة، لأن أصل الجملة أصبح عيد للعلم. طيب تقديرا، تقديرا لبغيهم، ده هنا مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة. عدة الوطن، الوطن مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. سهلة قوي، مفيش فيها حاجة. هناخد كمان شيت. أيها الناشئ العربي، إنك وإخوانك من الطلاب تعدون أنفسكم للمستقبل الذي ينتظركم، وأمثالكم من أبناء الوطن. فأدي أنت وأخوانك من الشباب ما يجب عليكم نحو هذا المستقبل، وواجبكم أن تتسلحوا أنتم وأبناء هذا الجيل بالخلق الكريم والعلم النافع والعمل الدائب المثمر، فلا تقصروا في هذه الأمانة حتى تنهضوا بوطنكم ليحتل مكانه اللائق به تحت الشمس. مضاد النافع، الضار، جمع الليل. المفروض أنتوا تجاوبوا الحاجات دي، مش أنا على طول أقول لكم الإجابة. أجيال، يجب أن يتسلح، أكمل ما يلي، يجب أن يتسلح أبناء هذا الجيل بي. الخلق الكريم والعلم النافع والعمل الدائم المثمر. تختار أي اثنين منهم، لأن المسافات عايزة اثنين بس، أو تكتب الثلاثة مفيش مشكلة. اللي بعدها، نهانا الكاتب عن ايه في الأمانة، عن التقصير في الأمانة أو خيانة الأمانة. إلى من يوجه الكاتب حديثه وعلى ما يحثهم؟ يوجه الكاتب حديثه إلى النشأ العربي اللي هم لسه في مرحلة اللي هي قبل الشباب، على ما يحثهم، يحثهم على العمل الأول العلم النافع والعمل الدائم المثمر. خلاص. ماذا يحدث لو اتجه الشباب نحو العنف والتخريب؟ طبعا دي برضو متروكة لك، انت تقولها زي ما انت عايز، بس طبعا في محيط ان هي المجتمع كله هينهار، لأن الشباب المجتمع قائم بسواعد الشباب وبعملهم ودورهم في المجتمع. نكتب نقاط كتيرة في النقطة دي. الإعراب، أبناء الوطن، الوطن مضاف إليه مجرور على مجرى الكسرة. فلا تقصروا، فلا تقصروا، هنا تقصروا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لأنه فعل من الأفعال الخمسة. فلا، لأن هي إيه أدوات الجزم؟ لم لن هي لام الأمر، دي لن هي. طيب اللي بعدها، حتى تنهضوا، هنا ده برضو فعل مضارع بس هنا مش مجزوم، هنا منصوب وحتى وعلامة نصبه حذف النون، لأنه فعل من الأفعال الخمسة. القطعة بسيطة جدا ومباشرة، مش فيها أي حاجة. كل فترة هنعمل إن شاء الله
تدريب على القراءة المتحررة لأنه سؤال إجباري زي ما قلت لكم. نشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.